انت بتتكلم في محمود حمدي الونش، محمود علاء ما بين يخرج وما بين يدخل، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري اخر المنضمين واحدث المنضمين، ومحمد طارق. محمد طارق برضو في قطاع الناشئين كان بيلعب باك رايت، لكن هو بيتم توظيفه في ناحيه الرايت ثيرد باك في الثلاثه او الرايت سنتر باك، الرايت سنتر باك في الثلاثه بتاع قلوب الدفاع اللي في قلب الدفاع في 3 4 3، وكان دايما بيتوظف في الرايت سنتر باك زيه زي حمزه المسلوسي كده. لكن انت هنا بعد ما كنت بادئ الموسم بثلاثه فقط قلوب دفاع اللي هم الونش ومحمود علاء وعبد الغني، انت النهارده بادئ بخمسه، هيبقى اربعه مينيمم، اربعه مينيمم لو خرج محمود علاء، واللي هم محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، اربعه اساسيين، اربعه من السته موجودين. فانت اوريدي مغطي الثلاثه اللي هتلعب بيهم كل ماتش، في عندك واحد احتياطي. طب ومين الزياده عليهم؟ محمد طارق اللي بيتم استخدامه، وحمزه المسلوسي اللي بيتم استخدامه. فانت هنا مغطي السته، مغطي السته باربعه اساسيين، اربع لعيبه اساسيين واثنين جواكر. ده ابجريد كبير جدا لمركز قلب دفاع نادي الزمالك اللي كان بيعاني السنه اللي فاتت، لدرجه ان في ماتشات كان بيلعب الونش لوحده على يمينه المسلوسي، على شماله عبد الشافي. يعني اللي على يمينه وشماله مش قلوب دفاع اصلا، دول اتنين ظاهرين. كان بيلعب بسيد عبد الله وفتوح، يعني كان بيلعب باربع اظهره وقلب دفاع واحد، بس هو موظف ظاهرين قلبين دفاع، رايت سنتر باك وليفت سنتر باك، فبالتالي كان عنده مشكله كبيره جدا. انت النهارده بتتكلم في ان الزمالك حتى هذه اللحظه داخل الموسم باربع قلوب دفاع صريحين، واثنين يتم توظيفهم اللي هم محمد طارق و حمزه المسلوسي اللي هو الجواكر زي ما احنا بنقول، او اللعيب الجوكر اللي تقدر تستخدمه بشكل كبير جدا في اكتر من